will be 80 this July. في عقدها الثامن جاءت بادي لتقنع الجمهور بموهبتها. Do you think you could win the show? Oh, it would be very nice, but just as long as people enjoy what we're doing. استعراض ممل كما بدا اول وهله على الحكام والجمهور على حد سواء. لكن وفجأة وبعد خيبة الأمل تحولت هذه الثمانينية إلى شابة في عقدها الثاني طوعت الأنغام وحبست الأنفاس. برنامج المواهب البريطانية اختار بادي هذه المرة ولخوض المنافسات المقبلة في البرنامج. بادي وهي أم لديها 4 أبناء تزوجت مرتين وتحب الرقص وتمارسه منذ نعومة أظافرها. I apologize for what I did because I did obviously buzz a little early. This is before all the crazy things happened, you know. How did you get into dancing? I had been a dancer from the age of 2½, like lots of little girls, and I gave it up to get married. I had 4 children. وهنا هذه الثمانينية تذكرنا بما قاله الشاعر العربي يوما: عمري بروحي لا بعد سنيني فلا أسخرن غدا من التسعين. عمري إلى 50 يركض مسرعا والروح ثابتة على 20. أحلام العجارمة العربية.